استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي الثلاثاء بالرباط المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شابتاي. ذكر بلاغه للمديرية العامة للأمن المدير العام للأمن الوطني أن هذا الاستقبال يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها شابتاي على رأس وفد أمني هام إلى المملكة المغربية بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للجانبين من أجل التأكيد على الإرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الأمني الثنائي بين البلدين بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية التي تحدق بمواطني كلا البلدين.